هذه المازدا CX-9 الجديدة، ما شاء الله شكل روعة. طبعا هم ماخذين تصميم الشيتا، هذه الفول اوبشن، يعني كل المواصفات اللي ممكن تخطر في بالك موجودة. واعتقد سعرها 13,000 دينار، يعني ما يعادل 180,000. بس انت تاخذ 180,000 سيارة فيها بروجيكتر، فيها نافيجيشن، فيها ترافيك، فيها كل شيء، فيها سبورت وفيها نورمال، فيها فتحة فوق، فيها 3 كراسي، تقدر تقعد في الكرسي اللي وراء الأخير، ما هي زي بعض السيارات. عندك البوز، العداد شاشة، والعدادات هذه العادية، وهذه وسائل السلامة بالسيارة بالكامل. ستاير، عندك مكيف وراء الكتروني، الكراسي هذه تقدر انك تصفطها زي كذا وتركب وراء بالراحة. شوف حركة الجناح هذا، عندك فوق جناح، في كشافات تحت، هذا الوسط ب11,000 تقريبا، 11,000 يعني تقريبا 140 أو 150. طبعا هذاك جلد، هذا جلد بس ما هو بوز، ما في ميموري. شوف هذه فاضية، هذه المراية عادية، نفس الشيء هذا الفل. وهذه 6 الفل. راح نشوف البروجيكتر، هذا الاوبشنز اللي عليها، اربع سلندر 2.5، بس ما فيها تيربو. السيكس ناين تيربو، 2500، 231 حصان، اعتقد 420 نيوتن متر هذاك، بس هذه بدون تيربو. هذه الداخلية الجديدة، بوز، أنظمة السلامة، تشغيل مني، هذا الكنسول اللي في الوسط حلو، تحس شوي ماخذة من البي ام، حتى في الحركة هذه ماخذة في البي ام، هذا حق الايرباك. والسيارة واسعة، عندك الكاميرات اللي هني حقت الرادارات والاشياء هذه، هذه سعرها 9,500 دينار، يعني تقريبا 120,000 ريال. وهذه فئات الوسط، هذه وسط كلهم، هذولي وسط تقريبا سعرهم 7,500، 7,500 يعني تقريبا 90,000 ريال. قماش الداخلية، نشوف هني ما في الحق الرادارات والاشياء هذه، كاميرات
فتحة. عندك هني الرادار، فالسيارات اللي فيها رادار، شوف علامة المازدا اللي قدام، هذه ما فيها رادار، شوف علامة عادية. ويعطيكم العافية. ما شاء الله. سمارت كي. اوكي، بسم الله بسم الله ما شاء الله. CX9. Yeah. Can see that there is head-up display. Yeah. It has navigation here. Yeah, that's a navigation. MashaAllah, good. It's like BMW. Yeah. Top 10 luxury cars. Okay, this is auto yeah. park. Okay, let me see the mirrors. Yeah. It's 2.5 liter, four-cylinder. Yeah. Four cylinders, straight four. 231 horsepower. Yeah. And torque 420, right? 420. And it is all wheel drive. Yeah, it's all wheel drive and the top speed is 210. Top speed 210, not 170. No. The old one is 160. You get a speed, you get your okay. RPM, you get your gear, like which gear have you selected? You can go straight. It's basically when you're going in a straight line, the line it detects this is a line, and once you go off the line it'll give you a sound. So this car can tell me any the speed limits, yeah, in all the Gulf GCC all, countries. Yeah. Okay, even in small roads. يعني صراحة for me the power from this one is more than the V6. Yeah, it's torquey and the sound is not bad. It's not any pure four cylinder. Yeah. So now the now lane change. It detected. I remember the old model. It will stop in 160. So because that one stop speed is 160. Yeah, this one can go to 210. And how many videos do you post? It's not frequent. Sometimes in a month one. Sometimes in the month maybe 5 or 6. It shows you the traffic. Mumtaz. So it's connected. Yeah, it's always connected. It shows the day. Hey. Avenues. Avenues. Search. So we got the avenues here. Navigate. And it's going to start now. It shows the timing. And if you click also, it'll start. And this is the four cylinder. Yeah. 2.5. Sky Active technology. It's this side, huh? Yeah. طبعا انا موضوع مثبت السرعه القصوى طلعت اللي دفع امامي تعدي ال 160، بس اللي دفع رباعي لا تفصل على ال 160. يعني باختصار شخص عنده عائلة عنده خدم ويبي سيارة اقتصادية وكبيرة وممتازة وأسعار قطعها رخيصة ومعقولة وسيارة بتعيش معاه، أنا أقول له بتعيش معاه 10 سنين بالراحة، وسواقتها ممتعة إلى أبعد الحدود، ياخذ المازدا CX9. يبي ياخذها ستاندرد، يبي ياخذها فول أوبشن، يعني سعرها يتراوح من تقريبا من 10,000 دينار الى 13,500، يعني تقريبا من 120,000 الى 170-180,000 ريال، بس تاخذ سياره تسوى. اللي بيقول لا بالسعر هذا باخذ لي تويوتا، القطعه اللي بتغيرها في تويوتا ثلاث مرات راح تغيرها في المازدا مره واحده. زيارتك للوكاله بالتويوتا بتروح مثلا تغير شغله، مثلا خلينا نقول السفايف والبريكات والفحمات والبريك بادز، بالتويوتا بتغيرها مرتين الى ثلاث مرات، بينما بالمازدا بتغيرها مره واحده. هذه ميزه حلوه. لو نقول بالسعر هذا وش بتاخذ؟ برادو، عندك الهوندا البايلوت، عندك الباجيرو، من النيسان عندك الباث،
من النيسان الباث فايندر. فإذا بتتكلم على أجمل شكل فيهم المازدا، كأداء المازدا، كواليتي المازدا، متعة قيادة المازدا، اللي راح تعيش معك عمر طويل المازدا، اللي راح يطيح سعرها بشكل كبير ما عدا التويوتا. يعني العيب الوحيد اللي بنقول انك تبي تفكر تبيعها بعدين ممكن سعرها انه يطيح، بس الواحد قبل يشتريها لازم يفكر تماما انه ما يبغى يبيع. واغلب الناس ما هي بتجار، يعني الشخص اللي يقول لك يا اخي تفكر تشتري عشان تبيع، لو ان العالم كلهم تجار ما حد كسب اصلا، من اللي راح يشتري؟